Bonjour, ازيكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن multiplication d'une expression algébrique par une autre، يعني اتنين expression مع بعض. خدنا في الاول term fois term، بعدين term fois expression، دلوقتي هناخد expression fois expression. لو انا عندي اتنين parenthèse كده، والاتنين parenthèse دي الحاجات اللي فيهم مختلفين خالص، يعني a plus b مثلا، والناحية التانية c plus d، حاجات مختلفة خالص. عشان اعمل فوا ما بينهم هعتبر ان دول بدل ماما بس بتضرب عيالها، لا ده بابا وماما. ماما هتضرب الاتنين او هتزعق للاتنين، وبعدين بابا كمان هيزعق للاتنين، فيبقى A فوا C بقى C، و A فوا D بقى D، وبعدين B فوا C يبقى B C، و B فوا D بب D. تمام كده؟ طيب لو جالي بقى في كهات معينة لازم اخد بالي منها، هنقول كل الكهات وبعدين ناخد اكزامبلات على كل حاجة. دي اول حاجة. تاني حاجة، لو انا لقيتهم كده هو A plus B وبرانتيز تاني زيه او B برضو بس بينهم سيني مختلفة، مش مهم مين plus ومين موا، المهم ان واحد plus واحد موا، انا ممكن اعمل نفس اللي عملته بس هلاقي ان في حاجات اتشالت مع بعض. فعشان اسهل على نفسي بعمل البريمير فوا البريمير والدوزيام فوا الدوزيام، وبينهم الموان تكسر. بريمير فوا البريمير يعني ا فوا ا، او كاني بقول البريمير وكاري، والدوزيام فوا الدوزيام، او كاني بقول الدوزيام وكاري وبينهم موا. بريمير وكاري مو الدوزيام وكاري، او البريمير في البريمير يبقى وكاري، مو الدوزيام في الدوزيام وكاري. تالت طريقة، اني لو لقيت بارانتيز واحد كده وعليه من فوق بويسانس دو، بارانتيز واحد وعليه بويسانس دو، باخد الرقم الاولاني ده اعمله بويسانس دو، واخد الرقم التاني ورا لازم بالبلوس واعمله بويسانس دو. في النص هنا السيني اللي هنا لو ده بلوس او موا ايا كانت باخده هنا بلوس او موا حسب اللي موجود هنا، وبعمل كده بالظبط. الاولاني البريمير فوا الدوزيام فوا دو، يبقى تاني اول حاجة باخدها الاولاني اعمله بويسانس دو، والتاني اعمله بويسانس دو، وفي النص بعمل البريمير فوا الدوزيام فوا دو. تمام كده، بقى انا فكيت البارانتيز اللي عليه بويسانس دو. يبقى احنا معانا ثلاث طرق، طريقة لو كله مختلف، طريقة لو نفس البارانتيز بس مرة بلوس ومرة موا، وطريقة تانية لو بارانتيز عليه بويسانس دو. طيب لو انا جيت قلت انا عندي دو A بلوس 3 بارانتيز تاني 5A بلوس 1، وقلت عايزة اعمل دول فوا بعض، فانا هاخد الاولاني هيعمل فوا للاتنين، وبعدين الدوزيام يعمل فوا للاتنين. لو خدنا دو فوا 5 تدي 10، A فوا A تدي A او كاري، دو فوا 1 بدو plus 2 و A تنزل زي ما هي ان مفيش حروف هناك. نيجي هنا 3 فوا 5 تبقى 15 وال A تنزل جنبها، و 3 فوا 1 تبقى 3. بعد ما عملت كده لقيت ان دول زي بعض، يبقى 2 A و 15 A هيدوني 17 A، وتفضل ال plus 3 وتفضل ال 10 A و كاري زي ما هم. طب هل في طريقة تانية؟ ممكن اعمل طريقة تانية. لو انا عندي example زي ده ممكن اعمله بنفس الطريقة اللي فوق، وممكن اعمل كده، اعمل بريمير في البريمير، الدوزيام في الدوزيام، واعمل من تحت كأنه اتنين سمايلي فيس كده. هنشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. بريمير فوا البريمير 3 فوا 2 بسيس، و اكس في اكس باكس او كاري، 4 فوا موان 5 بعمل بسينيات 4 في موان 5 بموان 20. مال انا عملت ليه الاتنين سمايلي فيس دول؟ عشان اعمل فوا كده 4 فوا 2 تبقى 8 اكس، و 3 فوا موان 5 موان 15 اكس. شايفين اللي انا عملته؟ عملت ده 4 فوا 2 ب 8 اكس، و 3 فوا موان 5 بموان 15 اكس. الاتنين دول يتعملوا بلوس بعض على الكالكولاتريس او بنفس نياتهم، 8 موان 15 هتديني موان 7 اكس. كده انا جبت الريبونس في ايتاب واحدة، بدل ما كنت عملت ده بعدين رجعت جمعت دول. كان نفس الكلام ممكن يتعمل لنفس الاكزامبل ده، هعمل 2A في 5A تبقى 10A وكاري اهي، بعدين 3 فوا 1 ب 3 اهي،
بعدين اعمل 2 سمايلي فيس 3 في 5 ب 15 ا و 2 فوا 1 ب 2 ا 15 و 2 تبقى 17 ا في ايتاب واحده. طيب نعمل اكزامبل كمان على ده قبل ما نتنقل لحاجه تانيه. في 5 ا بلس 3 ممكن اعمله باي طريقه تعجبكم من الاثنين، البرومي فور البرومي، دوزيام في الدوزيام، و 2 سمايلي فيس 2 في 5 ب 10 A fois A A au carré, 1 fois 3 B 3, on y fait nos 1 fois 5 B 5 A, ou 2 fois 3 B 6 A, 5 plus 6 dit 11 A, y a 10 A au carré plus 11 A plus 3 dit que dans le hall est là. طيب لو جينا بقى للنوع التاني اللي هو اتنين بارانتيز فوا بعض، نفس الكلام بس واحد بالبلوس وواحد بالموان. لو انا عندي كده 2L موان 5 فوا 2L بلوس 5، ازاي اعمل الدو بارانتيز دول؟ بعمل البرومي فوا البرومي موان الدوزيام فوا الدوزيام، اول ما الاقي موان وبلوس اعمل كده. طب فرضنا ان انا نسيت وعملت بنفس الطريقة اللي فاتت، هتطلع جوست؟ هتطلع جوست بس ما حاولش اعمل كده لانه ممكن يحاسبني على الطريقه. هو السنه دي مش هحاسب قوي على الطريقه، لكن لازم اتعلمها لانها هتفيدني قوي بعد كده. 2l فوا 2l 2 فوا 2 ب 4 l فوا l ب l او كاري، وبعدين هي اسهل كتير. و 5 فوا 5 ب 25 وقلنا يكسب بينهم الموان. صعبه؟ خدنا 2l فوا 2l 4l او كاري 5 في 5 ب 25 وبينهم موان. طب لو جينا قلنا واحده تانيه كده 2a plus 3b fois 2a moins 3b. برضو هعمل البرومير فوا البرومير moins deuxième fois deuxième. 2 في 2 4 f a a o carré. 3 في 3 ب 9 b في b b o carré. وبينهم موان. تمام؟ طيب لو جينا صعبناها شويه وخدنا اكزامبل زي ده x plus 5 fois x moins 5 ou badin plus x moins 5 au carré. Et de dedخل ده ودخل اللي احنا لسه كنا بنقول عليه. طب ممكن ناخد ده الاول نتعلمه ونفتكره وبعدين ندخلهم مع بعض. x plus 5 au carré عشان افكها هاخد الاولاني puissance 2 تبقى x au carré، هاخد التاني puissance 2 تبقى 5 au carré او تبقى 25، وبعدين اخد في النص نفس السين دي x fois 5 fois 2 دي تنزل x au carré، دي اعمل النمبر فوا بعد 5 fois 2 ب 10 والراق حرف جنبيها اللتر x plus a ال 25، يبقى ده حل الاكسبريسيون دي x carré plus 10x plus 25. طيب لو انا جيت عملت بقى البروبلام اللي كتبتها من شوية وسبناها اللي هي x plus 5 fois x moins 5 plus x moins 5 le tout au carré. عشان احل دي هعمل premier fois le premier و deuxième fois le deuxième، جزء ده الاول. بعدين نكمل x في x ب x au carré 5 في 5 ب 25 وبينهم تكسب الموان. بلس مادام بلس يبقى مش هيفرق حاجة هتحصل بعد كده. ده اخده او كاري وده اخده ورا او كاري يعني 25. في النص انزل السيني واقول اكس فوا 5 فوا 2 يعني اكس او كاري زي ما هي موان 25 زي ما هي بلس اكس او كاري، وبعدين 5 في 2 تبقى 10 في اكس تبقى موان 10 اكس وبلس 25 في الاخر. بصوا في موان 25 في بلس 25 عكس بعض ونفس الحاجة شالهم مع بعض. x او كاري و x او كاري تبقى 2x او كاري وموان 10x ملهاش اخوات تتحط جنبها موان 10x وتبقى كده ده حل البروبلام الاخير. طب لو كبرها لي شوية كمان وجي قال لي انا عندي 3a كوب بلس a او كاري موان 4 كل ده في 2a بلس 3 بارونتيز في 3 وبارونتيز في 2، هعمل نفس الكلام بالظبط، كل واحدة هنا تضرب دول أو كل واحدة من هنا تضرب دول أيا كان. يعني لو جيت هنا قلت كده وبعدين كده وبعدين جيت من الأ وكاريه هتضرب ده وبعدين ده، بعدين جيت من الكاتر قلت اضرب ده وده،
هلاقي الدنيا زحمة قوي. فالأحسن والألذ إن أنا لما أجي أقولها أقول أدي 3 أ كوب بلس أ كاري موين 4 في 2 أ بلس 3، أخدها من العكس من الأصغر للأكتر، يعني 2 أ تضرب ده وده وده، وبعدين 3 تضرب ده وده وده. 2 في 3 بـ6، أ كوب في أ تبقى أ بويسونس 4، 2 في 1 بـ2، و أ بويسونس 1 و أ بويسونس 2 تبقى أ بويسونس 3، 2 في موين 4 بموين 8 و أ تنزل جنبها، نيجي لـ 3، 3 في 3 9 أ بويسونس 3، 3 في 1 بـ3 أ بويسونس 2، و 3 في موين 4 بموين 12. ابتدي اشوف دي ملهاش اخوات، يبقى 6 ا 4 تنزل 2 ا كوب و 9 ا كوب تبقى 11 ا كوب، ا بويسونس 3 بيتقال عليها ا كوب، موان 8 ا ملهاش اخوات يبقى تنزل، و بلوس 3 ا وكاري ملهاش اخوات تنزل، و موان 12 ملهاش اخوات تنزل، وفضلت كده. ايه ما دام ده كله مش نعملهم بلوس بعض؟ ما ينفعش، لان دي ا 4 دي ا 3 دي ا دي ا كاري، ودي من غير ا، يعني الترم مش سامبلابل، مش زي بعض، فما ينفعش اعملهم بلس بعض. كمان لو جه قال لي بروف الاكسبرسيون الجبريك كي ديتيرمين لير دو لا بارتي هاشوري، يعني انا عندي دلوقتي ادي كاريه او ريكتانجل وجواه واحد تاني، وعايز الاير بتاع الجزء الهاشوري ده، وهنا قال لي ده اكس بلس ايجريك وده اكس بلس ايجريك، وجي هنا قال لي هنا دي 2x ودي y، فانا عندي r بتاع الجزء اللي بره بيساوي longueur في largeur او côté في côté لانهم زي بعض، يعني x plus y fois x plus y، ايه ده؟ دول 2 بارانتيز زي بعض بالظبط، والسيني مش مختلف، يبقى معناها شايفين لما الاقيهم زي بعض بالظبط والسيني مش مختلف، معناها انه اكس بلس ايجريك مرتين، يعني بويسانس 2. دي فكها ازاي؟ الاولاني اوكاري والتاني اوكاري ونفس السيني ده، الاولاني فوا التاني فوا 2، يعني اكس كاري بلس 2 اكس ايجريك بلس ايجريك او كاري. ده كده الاكسبرسيون بتاعت الار كبير. طب الار التاني الصغير longueur فوا largeur، يعني 2x فوا y، يعني 2x y، عشان اجيب ار الجزء الهاشوري هعمل ار الكبير من الار الصغير، ار ايجال ده x كاري بلس 2x y بلس y كاري، وعمله موان 2x y، هلاقي ان انا عندي هنا ده زي ده بالظبط اختلاف السيني، فالترم ده راح مع الترم ده، وفضل اكس كاري بلس ايجريك او كاري. تمام كده؟ كده يبقى احنا اخدنا ازاي نعمل فوا. اخر حاجه فاضله معانا، لو جه قال لي مثلا 52 بويسانس 2 هحطها يا مدام على الكالكاتريس ونخلص؟ لا، ليها تكنيك معين بتتعمل بيه. ال 52 دي ممكن تتقسم 50 بلس 2 صح، واعملها ل 2 او كاري، ايه ده؟ بارونتيز في حاجتين بويسانس 2، يبقى الاولاني بويسانس 2 بلس الثاني بويسانس 2 بلس في النص الاولاني فوا الثاني فوا 2. طب وايه لازمته وجع القلب ده كله؟ لازمته ان هو فاكر، او هو يعني اللي حاطط البروجرام فاكر ان احنا هتحلوا بدماغكم، ما يعرفش ان انتوا حتى ابسط الحاجات هتعملوها بالكالكولاتريس للاسف، فهي المفروض ان دي طريقة عشان تسهل الحسابات. يعني انا واحدة من الناس ما عرفش اعمل 52 وكاري تطلع كام، لما هاجي احسبها حتى في دماغي هعملها بالطريقة دي اللي تعلمناها من زمان وعرفنا نحسبها. فنقول 52 وكاري يعني كأني بقول 5 بويسانس 2، المفروض ان احنا عارفين انها 25 والزيرو يبقى 20، 2 في 2 ب 4، 4 في 50 تدي 200، او 50 فوا 2 100 وبعدين فوا 2 تاني تبقى 200 بلس 2 او كاري تبقى 4. نعرف نحسب ده؟ نعرف نحسبه، 4 و 0 و 0 طبعا انتوا هتعملوها بالكالكولاتريس، يعني فهي هتبقى 2704، دي كده الريبونس بتاعتها. طبعا لو هي كده مستحيل انا كنت اعرف احسبها بمخي، لكن لما فككتها عرفت ايه احسبها. طيب لو جاب لي حاجه تانية زي دي 502
502 fois 498. دي الاثنين الرقمين دول قريبين من 500. يعني دي عبارة عن 500 بس زودنا لها 2. ودي عبارة عن 500 بس نقصنا منها 2. ايه ده دول بقوا شبه بعض خالص. بس واحدة بلس واحدة موان. فبعمل برمية في البرمية موان الدوزيام في الدوزيام. 5 في 5 ب25 والدو زيرو جنبيها. 500 fois 500 تبقى 2025 او سوري 4 0 2 في 2 تبقى 4 0 وبعدين 2 في 2 يعني 4 تبقى موين 4 ونحسبها بقى بالكالكولاتريس هتطلع هنا 6 9 9 9 4 2 هيطلع النمبر كده وهتكون دي الريبونس. طبعا تأكدوا بالكالكولاتريس بس هي السيستم ان انا بعمل 2 بارونتيز ده بلس 2 500 plus 2 وده هيبقى نفس النمبر 500 موان 2. بحاول اضبطهم بحيث يبقوا شبه بعض يندمجوا مع بعض كده. يبقى احنا غطينا كل انواع الفوا. لو في اي حاجة اكتبوها لي في الكومنتات وان شاء الله الفيديو جاي يكون على الديفيزيون وبعد كده الفاكتوريزاسيون. ميرسي ليكو خالص وباي باي.